اللجنة التحقيقية بحادث حريق زفاف الحمدانية تعلن النتائج وتؤكد إن الحادث عرضي، وتوصي بمراقبة ومتابعة الأماكن المغلقة ومحاسبة المخالفين. 12 مليون طالب وطالبة يبدأون عامهم الدراسي الجديد، والسيد الحكيم يشدد على أهمية تحديث وتطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالمباني المدرسية. بين بغداد وأنقرة تشكيل لجان مشتركة لدفع عجلة طريق التنمية، واجتماعات عراقية إيرانية لتوسيع التبادل التجاري. في ذكرى رحيل رائد الحوار الإنساني، مكتب السيد الحكيم يقيم مجلسا تأبينيا، والعتبة الحسينية تستذكر الراحلة خلال مؤتمر يجمع الأديان والطوائف. مرصد أخبار الظهيرة، أهلا بكم. أكدت اللجنة التحقيقية بحادثة حريق زفاف الحمدانية إن الألعاب النارية هي السبب الرئيس باندلاع الحريق داخل القاعة. وأعلن رئيس اللجنة التحقيقية بشأن الحادث وزير الداخلية عبد الأمير الشمري إن وجود أقمشة داخل القاعة ساعد على سرعة الحريق، بالإضافة إلى خلو القاعة من أبواب الطوارئ. كشف الشمري إن صاحب القاعة تمكن من سحب جهاز التسجيل الكاميرا وأخذه إلى أربيل، منوها إن الحريق سببه مصدر ناري لامس مواد سريعة الاشتعال. وأوضحت اللجنة التحقيقية باعتبار ضحايا حادث الحمدانية شهداء، كما أوصت اللجنة بإحفاء كل من قائم مقام قضاء الحمدانية ومدير البلدية ومدير شعبة السياحة في نينوى ومدير مركز صيانة قضاء الحمدانية وإعفاء مدير قسم الأطفاء في نينوى ومدير الدفاع المدني. هنأ رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني الضباط المتخرجين في هذه الدورة، مؤكدا تأهيلهم لتسلم المسؤولية والدفاع عن العراق وشعبه أمام كل خطر، واعتبر إنهم سيكملون مسيرة من سبقهم من الضباط والمنتسبين الذين دافعوا عن العراق وعن أرضه في أقصى الظروف وأكثرها بأسا. أنتم بتفانيكم وإخلاصكم وصدقكم تعززون قيمة المواطنة وترفعون شأن الوطن والدولة ومؤسساتها في عيون أبناء الشعب، وهذا بطبيعة الحال يتطلب منكم التزاما عاليا في المسؤولية وانضباطا في أداء الواجب، لتعكسوا من خلالها الصورة الحقيقية لرجل الأمن مهما كانت المهمة التي يتصدى لها، بالإضافة إلى أن أداءكم لمهماتكم الأمنية يجب أن يكون على وفق القوانين الناظمة وطبقا للدستور، بمعنى أنه يجب أن تحضر في الأذهان مبادئ حقوق الإنسان في تصرفات رجل الأمن. لقد وضعت حكومتنا منذ تشكيلها في الأيام الأولى موضوع إصلاح المؤسسات الأمنية على رأس أولوياتها، شعورا منها بأهمية هذه المؤسسات، ومن أجل بناء هياكلها بالشكل الذي يجعلها مواكبة لأحدث التطورات في العالم في جوانب التدريب والتقنيات الأمنية، بالإضافة إلى مكافحة الفساد داخل هذه المؤسسات، لأن الإرهاب والإجرام يستغل الفساد لينفذ مآربه الخبيثة، والفساد بطبيعته هو الوجه الآخر للإرهاب، وهو التحدي لكل البرامج والخطط والمهام التي مطلوبة من مؤسسات الأمنية.
من جانبه أكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وخلال كلمته أن التوجيهات الحكومية تضمنت توسيع الشمول بكليات الشرطة لرفض دماء جديدة للقوات الأمنية. أفرد المنهاج الحكومي لحكومة السيد السوداني مساحة مهمة لتعزيز الأمن المجتمعي وحفظ الأرواح والممتلكات العامة والخاصة ومنع الاعتداء عليهم والحرص على تأمين ومتابعة أحوال المواطن العراقي داخل الوطن وخارجه. وأناط هذا المنهاج بوزارة الداخلية تنفيذ هذه المهمة الشاقة، فكان رجالنا عند حسن ظن شعبهم وقيادتهم وقدموا في سبيل أمن العراق واستقراره أرواحهم رخيصة ودماءهم الطاهرة مبذولة من أجل أن يبقى العراق حرا أبيا عظيما بين الأمم. كما تضمنت التوجيهات الحكومية الموقرة توسيع خطة قبول شبابنا الواعي في المؤسسات الأمنية لكلية الشرطة والمعهد العالي ومعهد إعداد مفوضي الشرطة، ومضاعفة أعداد المقبولين وفق الحدود المسموح بها، فضلا عن نظام التعاقد الأخير مع أكثر من 37,000 شاب من شبابنا المعطاء. تعتزم هولندا إرسال نحو 120 جنديا وثلاث طائرات مروحية للعراق. وذكرت الحكومة الهولندية أنها ستنقل إلى العراق في إطار مهام حلف الناتو نحو 120 جنديا وثلاث طائرات مروحية من نوع تشيروك للعراق. كانت الحكومة الهولندية قد قررت في تموز الماضي إرسال نحو 145 جنديا إلى العراق من المقرر وصولهم في الأول من كانون الثاني للبعثة التي أعلنت في آب الماضي إنها ستطلع بمهام إضافية في مجال المشورة وبناء القدرات، موضحة أن نطاق عملها سيشمل أنشطة استشارية وأنشطة بناء القدرات دعما لوزارة الداخلية العراقية وقيادة الشرطة الاتحادية. شرعت قوة أمنية بعملية لتأمين مناطق زراعية جنوب بعقوب في ديالى. وقال مصدر أمني إن قوة أمنية مشتركة شرعت بعملية في عمق بزايز بهرز جنوب بعقوب لتأمين مناطق زراعية. تهدف العملية إلى تأمين الطريق السياحي بين محافظة ديالى والعاصمة بغداد وتمشيط طريق المناطق الزراعية لمنع وجود أي نشاط لخلايا داعش الإرهابي. عمليات أمنية واسعة تشنها القوات الأمنية في مناطق متعددة من البلاد، لا سيما تلك الاستباقية التي سبقتها جهود استخبارية لتقض مضاجع الإرهابيين وتحدى من التحركات الداعشية. صباح حكيم والتفاصيل. الكمائن الليلية استراتيجية جديدة تعتمدها القوات الأمنية في عملياتها الاستباقية ضد أفراد داعش الذين يتواجدون في أطراف المدن والقرى التي توصف بأنها رخوة أمنيا. هذه الاستراتيجية الجديدة والمعتمدة في المناطق المحررة لها دور وفاعلية كبيرة في إلقاء القبض على المنتمين لداعش وفلول تلك العصابات الإرهابية التي يحاول أفرادها بين الحين والآخر تنفيذ هجمات إرهابية لاستهداف المدنيين أو القطاعات العسكرية. نطلب من القوات الأمنية والحج الشعبي اليقظة والحذر من المناطق اللي كان سيطر عليها داعش، المناطق الرخوة اللي يشجع بها الإرهاب. احنا ما شاء الله الحمد لله والشكر اعتبر داعش اعتبر منتهي مفعول، لأنه قواتنا الأمنية لقنتهم درس بعد ما يقدرون يتجرؤون يسوون عمليات كبيرة، لكن اكو هناك عمليات لإثبات الوجود. داعش يعني انتهت الحمد لله والشكر، بس مديرة الاستخبارات العسكرية الاستخبارات تمتلك يعني شلون نقول يعني ذريعة مهمة للجهد الأمني يعني على بقية الأجهزة الأمنية. محافظات ديالى وكركوك وصلاح الدين والأنبار والموصل تشهد عمليات أمنية مستمرة وضربات جوية وملاحقات لبقايا عصابات داعش الإرهابي بالاستناد على المعلومات الاستخبارية الدقيقة التي تسهم بشكل كبير في كشف مواقع أفراد داعش والقضاء عليهم قبل تنفيذهم
أي هجمات إرهابية. نعمة من الله خير من الله، فرق هواي هسه أنا أشوفه فرق هواي، كان يوميا انفجار، الحمد لله هسه خير من الله، نحمد الله ونشكره ونشكر كل واحد عسكري وكل واحد مدني يساهم بأن يقضي على الإرهاب. تفعيل الجزء ويبدو الاستخباراتي من البيت لحد دائرتك لحد الشارع، أنت تبدو بهذا الموضوع على مود كل بلدان العالم، ترى الحس الاستخباراتي موجود في كل شيء. وتعلن مديرية الاستخبارات العسكرية بين فترة وأخرى إلقاءها القبضة على قيادات مهمة من داعش مع تفجير بعض العبوات الناسفة والأوكار المستخدمة من قبل تلك المجاميع، وهما ساهم بشكل كبير في تراجع أعمال العنف والهجمات التي كانت تتصاعد بداية العام الجاري وينفذها بقايا العصابات الإجرامية الداعشية. صباح حكيم، الفرات. أفادت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بإلقاء القبض على عصابة تبتز المواطنين في بغداد. أذكرت الوكالة في بيان إن مفارزها ضمن محافظة بغداد تلقت معلومات عن قيام شخصين بعمليات ابتزاز بحق مجموعة من المواطنين، وعلى الفور تم تشكيل فريقا استخباري للتحري مع جمع المعلومات من المطلوبين، حيث تم استدراجهما من أحد المحافظات، وبكمين محكم تم إلقاء القبض عليهما. وأضافت إن المفارز ألقت القبض عليهما بعد ضبط العجلة التي يستقلونها مع هواتف ومبالغ مالية، كما احترفا صراحة قيامهما بعمليات الابتزاز بحق المواطنين. توجه أكثر من 12 مليون طالب في عموم العراق للمدارس بعد انطلاق العام الدراسي الجديد، ويعود العام الدراسي الجديد بصبغة مختلفة بعد استعداد حكومي سبقه لإعداد المدارس وإعادة تشييد الأبنية المدرسية استعدادا لإكمال آلاف منها في القريب العاجل. وما يميز العام الدراسي الجديد هو توزيع الكتب المدرسية قبل موعد بدء العام الدراسي وسط استعداد الطلبة لخوض التجربة الدراسية المتجددة لتقديم نتائج متميزة. شدد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم على أهمية تحديث وتطوير المناهج التعليمية والاهتمام بالمباني المدرسية. وزار سيد الحكيم عددا من مدارس بغداد بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد اليوم الأحد، وبارك في كلمة له للطلبة والمعلمين والكوادر الإدارية ذكرى المولد النبوي الشريف، وأعرب عن سعادته للالتزام بين انطلاق العام الدراسي وذكرى المولد الشريف، وأكد إن الرسالة الإسلامية أكدت على العلم والتربية، مستشهدا بآيات قرآنية وحديث نبوية شريفة تتحدث عن أهمية طلب العلم وحثه عليه، ودعا إلى تحمل أعبائه، كما أكد سماحته على أهمية تحديث وتطوير المناهج التعليمية بشكل يتناسب مع تطوير الواقع العلمي، مشددا أن متطلبات التاريخ العراقي وأمجاد شعبه، ومشددا أيضا على التكاملية بين المدارس والأسرة باعتبارهما الداعمين الأساسيتين لبناء الأجيال. وخلال إشرافي على افتتاح 146 مدرسة وإعادة تأهيل 1009 مباني مدرسية في مختلف المحافظات العراقية ولقائه بالكادر المتقدم في وزارة التربية، وجه رئيس مجلس الوزراء محمد الشياع السوداني وجه مديري التربية بضرورة الإسراع في إعداد الخطط الأولوية للمشاريع مديرياتهم وتقديمها للسادة المحافظين. وأكد السوداني على أهمية الارتقاء بالبنى التحتية للمدارس
كونها تمثل مع المعلم والطالب الأركان الأساسية للعملية التعليمية، وشدد على الاهتمام بالمعلم واحتياجه وتأهيله وتدريبه، وإلى أي أهمية قصوى لمعالجة ملف السكن للعاملين في القطاع التربوي. كما وجه رئيس الوزراء بضرورة إيجاد أنشطة لتأهيل وتطوير الطلبة واستنفار الجهود للقيام بحملات منظمة تقوم بها الوزارة ومديريات التربية لإعادة الطلبة المتسربين، وطالب السوداني بتفعيل قانون إلزامية التعليم ومنع عمليات تسرب الطلبة من خلال لجان مختصة في المحافظات، مشيرا إلى ضرورة إنهاء ملف طباعة الكتب والمستلزمات التعليمية التي باتت تشكل مشكلة مزمنة يجب معالجتها عبر آليات شفافة وواضحة وثابتة. وفي واسط ومع بدء انطلاق العام الدراسي الجديد، أكد أصحاب مكاتب القرطاسية توفير المستلزمات الدراسية بكافة أنواعها. المواطنون من جانبهم شكوا ارتفاع الأسعار مع غياب تجهيز وزارة التربية للمستلزمات الدراسية. تقرير فالح القريشي. اقترب موعد بداية العام الدراسي وانطلقت معه رحلة تجهيز المستلزمات المدرسية. المكتبات في مدينة الكوت تشهد إقبالا واضحا، والأهالي يحاولون توفير القدر الأكبر أو كل المستلزمات المدرسية، كل حسب حالته المادية. في بداية العام الدراسي الجديد نرى إقبال واسع وكثير من ناحية العوائل الواسطية والطلاب. بدورنا احنا كأصحاب مكاتب وفرنا كافة المستلزمات المدرسية واللوازم واللي يتناسب الطالب والعوائل الواسطيه. اليوم نرى اقبال شديد وواسع حول اللوازم المدرسيه. تعرف احنا الطالب هذا عام دراسي جديد، بدايه مشواره الدراسي العلمي، فيدور يعني حاجات، يعني تعرف يدخل المدرسه جاهز مجهز من الموارد اللوجستيه اللي يحتاجها واللي تفيده ويستفاد منها بالمدرسه. بالنسبه للاسعار للقرطاسيه وهسه يعني بدايه العام الدراسي الجديد ويعني تشوف المواطن مقبل على المكتبات، وهلين الحكومه بعد ما كانوا يجهزون القرطاسيه للمدارس وهاي وزاره التربيه وهاي، هسه ما عاد ماكو هذا الشيء، وين صارت؟ على كاهل المواطن. فتعرف انت ابرب الاسره او شيء يجي وين يجهز من المكتبات واسعار مختلفه. وفي المكتبات تتوافر أشكال القرطاسية والدفاتر المدرسية والملازم لكل المراحل الدراسية، بل وحتى الكتب المنهجية تطبع في هذه المكتبات. لكن الحديث هنا يدور عن ارتفاع أسعار المستلزمات بشكل كبير وتعدد حاجات الطلبة، ما يثقل كاهل ذوي الدخل المحدود. يا ريت ينزلون الاسعار الملابس القرطاسيه، يوزعون قرطاسيه للاطفال. انا عندي 5 اولاد، يعني المن القرطاسيه للملابس. اذكر ان ارتفاع سعر الدولار هو الذي جلب هذا الغلاء، غلاء غير مسيطر عليه نتيجه غياب المتابعه الحكوميه لحركة السوق بحسب مختصين. وتعيش العملية التربوية في العراق جملة من التحديات، في مقدمتها التنافس بين التعليم الحكومي والأهلي وتقادم عمر المؤسسات المدرسية، بالإضافة إلى تأخر طرائق التدريس، وبحاجة إلى حلول سريعة وخطط استراتيجية من قبل الجهات المختصة. من واسط فالح القريشي، الفرات. ولإعداد قادة المستقبل وجيل قادر على المنافسة والتحلي بإخلاق أهل البيت عليهم السلام، باشرت مدارس الإمام علي عليه السلام في النجف الأشرف بإطلاق برنامج قمم الأخلاق في مدارسها، والذي يعد البرنامج التربوي الأحدث في العراق. السجاد الخاقاني والتفاصيل. تزامنا مع بداية العام الدراسي الجديد، باشرت مدارس الإمام علي عليه السلام في مدينة النجف الأشرف بتطبيق منهاج قمم الأخلاق، مستمدينه من الرؤى الفكرية والعلمية والثقافية والدينية لأهل البيت عليهم السلام.
وتوظيفه بشكل يلائم رغبة التلاميذ. قمم الأخلاق هو مشروع تم كتابته على مدى 3 سنوات، الغرض الرئيسي من عنده هو إعداد جيل جديد من القادة الشباب القادرين على المنافسة في المستقبل. الغرض الرئيسي أن احنا نقدر اليوم نزرع عندهم أخلاق آل البيت عليهم السلام من جانب، وأخلاقيات المجتمع الصالح، وفي ذات الوقت نزرع عندهم الرغبة العالية في الحضور إلى المدرسة عن طريق عدد من الأوسمة التي تركز على المجال التعليمي والتربوي والثقافي والديني والرياضي والبدني. يعد برنامج قمم الأخلاق المنهاج التربوي الأحدث في العراق والوطن العربي لإعادة قادة المستقبل، والذي يتناغم مع كافة المراحل الدراسية والفئات العمرية وفقا للمستويات العالمية الحديثة والرصانة العلمية. برنامج جديد راح اكيد راح يلاقي الترحاب والمقبولية من قبل اولياء الامور وحتى من قبل المدرسين ومن الطلبة والتلاميذ، لانه بعيد عن الرتابة وعن الروتين. يوم مدرسي كامل اكيد الطالب متعب ومرهق، فالساعة الاخيرة راح تغير من مسار هذا اليوم التدريسي، راح يلقى المتعة من خلال الدروس، واكيد هنالك هذه الاوسمة التي ستوزع وتقسم هذه الانشطة اللي شاهدتوه حضراتكم. كل وسام راح الطالب يحصل عليه مقابل عمل يقوم به. منهاج يعمل على اكتشاف المهارات والهوايات للتلاميذ وتنميتها وتنشئتها في شتى المجالات والاختصاصات التي يروم الطالب الوصول إلى تحقيقها مستقبلا. أحلى ما بالعام الدراسي الجديد هو برنامج يعلم الطالب الأخلاق وبر الوالدين والمهنة اللي يصيرها طبيب، رسام، مهندس، واللي يصير رجل إطفاء، شرطي. قمم مشروع يراد له أن يكون منهاجا تربويا يعزز القيم الأخلاقية والمبادئ الإنسانية وفقا للتعاليم الإسلامية السامية، ليكون الطالب مثالا لزملائه في المدرسة والمجتمع. من النجف الأشرف، السجاد الخاقاني، الفرات. عقد وزير النقل رزاق محبس السعداوي اجتماعا موسعا في بغداد مع نظيره التركي عبد القادر اولال اوغلو والوفد المرافق له للتباحث حول مشروع طريق التنميه. وقال السعداوي في بيان انه بحث جمله من القضايا الخاصه بمشروع طريق التنميه مع وزير النقل والبناء التحتية التركي، موضحا ان الاجتماع ناقش المتعلقات الفنيه والقانونيه والماليه، وشدد الجانبان على اهميه اجراء زيارات ميدانيه لنقاط الربط البريه والسككيه بين البلدين. ولزياده حجم التبادل التجاري بين العراق وايران، عقدت لجان التجارة العراقية الإيرانية اجتماعا على مدى اليومين الماضيين في طهران، وتم مناقشة استكمال الإجراءات لإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة وتوسيع الأنشطة الصناعية. المزيد مع أحمد علي. خارطة طريق لتوسيع التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وبغداد رسمتها اللجنة التجارية العراقية الإيرانية خلال اجتماعات مكثفة عقدتها في طهران وعلى مدى يومين، وتناولت المباحثات الكثير من المحاور الفنية والتجارية ومعالجة المشاكل الخاصة بالبنى التحتية، فضلا عن مسألة الخدمات اللوجستية والتبادلات التجارية. وركز الوفد العراقي على ضرورة تحقيق التوازن التجاري بين البلدين عن طريق تصدير المنتجات العراقية لإيران، ويكون العراق بمثابة ترانزيت لبعض المواد التي تستوردها إيران من مناشئ عالمية. ما ركز عليه الجانب العراقي هو موضوع التوازن التجاري، يعني هناك خلل كبير في موضوع التوازن التجاري، ونعتبر العملية التجارية ما بين العراق وما بين الجمهورية الإسلامية هي عملية عرجاء، فركزنا وهناك الكثير من المقترحات ضمنت في هذا المحضر، منها أنه الجانب العراقي سلم قائمة بالمنتجات المحلية والمصنعة في العراق والمواد الأولية إلى الجانب الإيراني. أيضا هناك مقترح قدم، وإن شاء الله يفعل هذا المقترح، أن يتحول العراق إلى ترانزيت، كون الجمهورية الإسلامية والقطاع الخاص والمصانع الإيرانية تستورد الكثير من المواد الأولية والمواد المصنعة من الكثير من المناشئ العالمية
ويكون هناك ترانزيت في بعض الدول، فسوف يكون العراق هو بديل لهذه الدول يكون ترانزيت لهذه المواد. ويعمل الجانبان العراقي والإيراني لاستكمال الإجراءات الخاصة لإنشاء المدن الصناعية والمناطق الحرة وتوسيع الأنشطة الصناعية المشتركة. البلدان شريكان استراتيجيان وتوجد إمكانيات واسعة لتطوير التعاون البيني في المجالات الاقتصادية والتجارية، وهذا ما بحثناه خلال اجتماعات اللجنة المشتركة، ونأمل أن تنعكس مخرجات اللجنة إيجابيا لصالح البلدين. ويقدر حجم التبادل التجاري بين إيران والعراق ب 12 مليار دولار، فيما يطمح البلدان تحقيق تبادل بقيمة 20 مليار دولار على المدى القريب، والوصول إلى تبادل قيمته 40 مليار دولار على المدى البعيد. زيادة حجم التبادل التجاري وتفعيل دور الاستثمار من خلال توفير الإمكانات لدعم القطاع الخاص لتعديل الميزان التجاري بين البلدين كانت أهم العناوين التي تناولتها اجتماعات اللجنة التجارية العراقية الإيرانية، والتي توجت بتوقيع محضر لزيادة التعاون التجاري والاقتصادي بين إيران والعراق. أحمد علي الفرات، طهران. أكد رئيس تحالف قوى الدولة الوطنية سيد الحكيم أن الانتخابات القادمة مهمة في تحديد مسارة الدولة العراقية للمرحلة القادمة. وذكر المكتب الإعلامي للسيد الحكيم أن سماحته التقى القيادات التنظيمية لتيار الحكمة الوطنية في الفرات الأوسط، ودعا إلى الاستعداد العالي للانتخابات القادمة والالتزام بالتعليمات والتوجيهات، وحثهم على النزول الميداني والتواصل مع الناس وسعة الصدر وتنوع الخطاب حسب تنوع الفئات وتنوع ثقافاتها ومشاربها. وبين أن الانتخابات القادمة مهمة في تحديد مسارات الدولة العراقية للمرحلة القادمة، مؤكدا أن من سمات هذه الممارسة ملازمة القانون بين الممارسة الانتخابية المحلية والنيابية، وأشار لأهمية مجالس المحافظات لمراقبة أداء الحكومات المحلية والتصدي لعملية تجير الإمكانات لمصالح شخصية وفئوية ومناطقية. رغم مسعى مجالس النواب لإقرار القوانين، لكن تلك المهمة ما تزال قيد التأجيل، وهو ما سيخلق خللا في الأداء الحكومي حسب مراقبين الذين دعوا إلى تحديد الأولويات في طريق سن القوانين وتشريعها على طاولة التصويت. حسين ياسين والتفاصيل. على الرغم من أهمية الخطوات التي يبذلها مجلس النواب لديمومة عمله وتكثيف عقد جلسات فصله التشريعي الجاري، إلا أن المراقب لمستوى الأداء ما يزال يترقب جهدا أوسع يوازي الجهد الحكومي عن طريق سن وتشريع القوانين التي تساهم في تنفيذ المنهاج الوزاري. مجلس النواب بحاجة إلى جدولة هذه القوانين بما يتناسب مع الحاجة الملحة لها، لذلك على مجلس النواب في هذه المرحلة وفي هذه الدورة الانتخابية أن يعمل جاهدا من أجل تشريع هذه القوانين التي باتت ضرورة ملحة جدا من أجل أن تظهر إلى النور وبالتالي تحقق مطالب الجماهير. وجهة نظر أخرى أوضحت أن حجم التحديات الراهنة ونسب القوانين المعطلة ولا سيما الاستراتيجية منها يتطلب وضع دراسة تقدم من خلالها القوانين المهمة، وبالأخص التي تنظم عمل المؤسسات الحكومية ويكون لها مردود إيجابي على حياة المواطن. عملية تأجيل إقرار القوانين لبعض القوانين أو المواد المهمة، أنا أعتقد هذا التأجيل سيؤدي إلى خلل كبير في المنظومة التشريعية. مطالبين اليوم إقراء قانون تعداد السكان، قانون 140 تفعيله وتطبيقه، قانون النفط والغاز، قانون الأقاليم، وقانون تقسيم الثروات، أو يعني جملة من القوانين. أما على مستوى العمل الرقابي فالحاجة لتفعيل هذا الجانب بشكل حقيقي صنفه كثيرون بالضروري في ضوء استمرار الجهود الحكومية لمكافحة الفساد.
وتؤكد مصادر نيابية عزم مجلس النواب جدولة القوانين المهمة والملحة خلال جلساته القادمة على أن تكون الأولوية للمرتبطة بالمنهاج الحكومي. حسين ياسين الفرات، بغداد. ختام مرصد الظهيرة، دمتم بسلام.